أول كانوا المصممين اللبنانية وقت نقول وصلوا إلى العالمية كنا بالفعل نعدهم يمكن على أصابع الإيد الوحدة، إنما اليوم الكل صاروا عم يقدروا يوصلوا ويبرهنوا قديش في مواهب لبنانية عم تقدر تثبت حالها بين كل المصممين الآخرين. على الموضة مع هادية في عندها أكثر تتخبركم عنه. لكل مشاهدينا، مثل ما كانت عم تقول غادة، مزبوط من زمان نقول يي المصممين اللبنانيين عم بيوصلوا على العالميه، لكن هلا صاروا المصممين العالميين بيعملوا حساب المصممين اللبنانيين. اليوم معنا مصمم لبناني كمان وصل للعالميه وهو باسيل سودا. باسيل سودا صار له فتره بيقدم مجموعات الكوتور بالاضافه للبريت ا بورتي بباريس بفتره اسبوع الموضه، لكن هالمرة قرر بالنسبة للكوتير يقدمها بالشوروم عنده، والسبب هو ليعرف أكثر وأكثر العالم الموضة على المركز الجديد. صباح الخير باسيل. صباح الخير. بعد ما صار لك فترة عم تقدم بأسبوع الموضة بباريس، قررت هالمرة هيك استثنائيا تعمل مثل تعمل اوف كالندر وتعمل البرزنتيشن، اذا فينا نفسرها، بالمركز شوروم والاتوليه وكلياتهم لدى باسيل سودا كوتيو وبريت ا بورتي. شو السبب قررت بيروت هالمره؟ هلا بيروت هي كل حياتها عاصمه الموضه، هلا كفي هلا انت. هلا هالسنة يعني اكيد انه في اسباب كثير، بس منهم انه انا من الاول ما بلشت بارود بلبنان ضليتني ل 2005، نعرف كلنا الاسباب ليش، من بعد ما بقى فينا نعرض هون، صارت الاجواء شوي صعبة، بس حسيت بالاخر انه طيب وبعدين، يعني انه واحد حلو يعمل شيء بالجراوند فلور تبعه، يعني بالبلد تبعه، مطرح ما عايش مطرح ما يعني كل شغله التيم تبعه، كل يعني كل الناس الزباين يعني اللي بتعيشي معهم كل يوم، بحسيت انه بحاجه اعمل شيء بلبنان هالمره وقررت اعملها، والحمد لله يعني كانت كثير حلوه ومظبوط. وكمان بهالمناسبه حولت الشوروم على اجواء، هلا كثير حلو الشوروم كان، بس كمان حولته بطريقه كثير حلوه. على كل حال قبل ما نفوت اكثر بعمق بمجموعه ربيع صيف 2013 للكوتور، نعمل جوله عن الايفنت يلي اجى صحفيين وشخصيات عالميه. نوع من تيزر عن النوفيل كوتور لدى باسيل سودا لهالموسم. بنلاحظ النظرة بالكوتور عم تتغير يوم بعد يوم عن باسيل، بس هلا رح نرجع ننتقل نشوف بعد شوي، بس تخبرني عن هالتيزر اللي كان عم ينعرض مثل بروجكشن لكل الاشخاص اللي عم يجوا على الايفنت تقريبا من اسبوعين. وهيك عم نشوف صورة جديدة، بنرجع بنفوت
بنفهم اكثر عن الكولكشن شو هي. هلا ريسنتلي صار في كثير يعني ترند للفاشن موفيز، يعني حتى صار في فاشن موفي فيستيفال وكل هالقصص هول عم تصير وعم ياخذوا جوائز عليها وكذا وهيك. بقى هالسنه حيكون بلندن، حبينا نفوت بهالجو. كل سيزون على القليل نعمل مرتين تيزرز فيديوز، وهول الفيديوز يعني البرودكشن تبعه بتكون منا برودكشن يعني مثل ايبيك موفي، بس بنفس الوقت بيكون فيهم كثير الشغل والساعات الشغل يعني وبلاصه الرساله بتوصل تبعه بتكون اكثر امبرسيف من مزبوط. اي فيديو ممكن تحضري كاتوك فيه مزبوط. مثل ما شايفين يعني كانت كثير فيها شغل ارتستيك وبنفس الوقت فيها مساج عن الكوليكسيون عن البراند نفس الوقت هافن اند هيل اذا بدك، فيها نعومه بنفس الوقت عم بتشوفي اشياء اكسنتريك شوي. على كل حال رح اتشك شوي باسيل حتى نتفرج من الاجواء الاكسنتريك والارتي والرساله النوفيل كوتور يلي عم بوصلها للعالم باسيل سودا. ننتقل على الايفنت اللي صار بالشوروم، وكمان مثل ما قلت بالبدايه عدد من الشخصيات من لبنان ومن العالم اجوا ليحضروا هالحدث. فإذن هنا عم نشوف سوا مجموعة ربيع صيف 2013. باسيل، منحس هيدي المجموعة بالقماشات اخترت وركزت كثير على القماشات الشفافة إجمالا أكثر من المواسم الماضية، بس هلا في أكيد القماش الساتان والحرير وهيك، بس الشفافية موجودة طاغية أكثر بهالمجموعة. شو عنوانك هيدا المجموعة؟ هي الإنسبيريشن بهي الكوليكشن هذا نو اتس ا وايت باترفلاي اسمها بيريس الكوليكسيون. بس تعالج الموضوع بطريقه مختلفه، يعني مثل ما عم نشوف الاشياء مثل كان عم نشوفها باكس راي. مشان هيك اخترنا الترانسبيرانس، يعني عم بتشوفي ديتايات، عم بتشوفي ديتايات ما بتشوفيها عاده بس تكون لابسه فستان، يعني كل شيء تحت وفوق والستراكشر تبعه للفستان، السكلتن اللي بتكون لابستيه قبل ما تلبسي الفستان، كل هالقصص هالتفاصيل هيدي كانت هالسوبربوزيشن كانت هو المين ايديا بكل الكوليكشن، بلس هالنعومه اللي موجوده عند الوايت باترفلاي. جربنا كل هالديتايات هول يكونوا قد ما فيهم يكونوا ريفايند وكثير فيهم انوثه، وبنفس الوقت ابروش جديد بالنسبه لإلي. لانه عاده هذا بنسميه انا اجريسيف اذا بدك. ايه بتحس مثلا انا لما معوده عند باسيل بشوف الخطوط الهندسيه الواضحه اكثر. هلا كوتيها الاسود صار. بدي اقول لك بس مضبوط البار فلاي اصلا من لما فتنا الريفلكشن كان البابيونات كلياتهم دير من دار المكان وهيك، وبس كمان الاكثريه ولعبت كثير على ديجراداسيون اللون الابيض لوصولا للابيض المخضر اللي كثير قليل نشوفه، بس هلا بالانترناشونال كات ووك والتوندونس القماش عم نشوفها هذه القماش ما كنا نستعمل لهلا الرفلي الاخضر ما كنا نشوفه كثير بال لا هي مثل ما قلنا بياريس اتس ا وايت باترفلاي سو وعايشه بالطبيعه وكانت الريفلكشن تبع كل شيء وانعمل كل شيء بافيه جرادي، يعني ما في شيء لون على طول الابيض موجود بكل الفساتين بلس كلر. طيب ونلاحظ كيف الإضاءة على كل قطعة مشغولة هيك مثل كأنه مثل بودرة ونافخة عليها، مثلا الشك نشوف مثلا الشك وتطريز أكثر عند بسير كثير خفيف عندك بس موجودين أكيد في موجودين ترانسبيرانس، يعني كمان بتعكس كمان على الشغل أكيد، يعني الرفلي تبع المي الرفلي تبع كل شيء ترانسبيران مشغول، كل الكوليكسيون مشغولة بترانسبيرانس. فستان العروس فستان العروس من الكوليكسيون كمان بنفس المود اكيد، ومثل كل سنه يعني على طول بيكون فستان العرس بالنسبه لي هو حالي اذا بدي بتجسد كل الكوليكسيون،
وهلا ني كمان عم نحضر كوليكسيون خريف شتاء 2013 لا كوليكسيون عرس وكوليكسيون البريتا بورتي. في عنا هلا مجموعه عرس باسيل سودا سبيسيال حتشرفينا هذا. وكم من كم قطعه حتكون مكونه؟ 15 بيسز. لكل هلا الصبايا اللي عم يتحضروا للعرس تبعهم في هلا بسيل، لكن ايمتى حتكون المجموعه؟ من هلا لشهر ونص بتكون موجوده. ايه يعني عز الوقت اللي التحضير عز التحضير هلا كل العرايس انه مش عارفين شو بدهم يلبسوا، من عمي بده يلبسوا، وين بدهم يلبسوا، كل هدول القصص. هيدي خبريه كثير حلوه. طيب بسيل هلا رح نشوف كمان الكليب، كان في جورناليست معروفة ذا بلاك ويدو يلي كمان كانت اجت خصيصا ومعروفة هي بقساوتها ككريتكس بعالم الموضة. اذا فينا نشوف نحن عم نخبر الخبرية الكليب، شو رأيها بوجودها بلبنان عند باسيل سودا وعن التغييرات يلي عملها وصولا لليوم؟ هلا يعني مثل ما الكل بيعرفوا ديان بيرني هي من صحفيين كثير قدما بعالم الموضة، يعني من الاوفيسيال لافوغ، وهي امريكانيه وعايشه بباريس كل هول التفاصيل يعني، وشوي ريفولوشنري بالمظهر تبعها. وهلا هي عم تهتم بكل شيء اسمه فاشن فيلم فيستيفال. مزبوط، هي الفيلم فيستيفال هي على طول، وبما انه اشتغلنا هي اول مره اول تيزر لنا، وهلا ني التيزر حيكون كمان نومينيتد بلندن ليكون بين مثل نوع من الاوسكارز مثل الاوسكار بس خصهم بالفاشن موفيز. بقى ديان بيرني كانت ضيفه عندنا واجت على لبنان وبتصور اول زياره لها على بيروت، وكانت الامبريشن تبعتها اكيد كثير حلوه. يعني الشعب كله ويلكم، ونحن كمان يعني تاهلنا فيها مثل ما هو لازم. والرياكشن تبعتها بتصور كان في عندها نوع من التفاجؤ، يعني انه هالبلد يلي بيحكوا عنه قديش في مواهب، في كثير كونتراديكشن كمان بالبلد، يعني من ميلي لميلي ثاني. يعني بقى هذا بتصور هذا اهم عامل بالنسبه لها كان انه كيف فاتت على دار ازياء، يعني اعتبرت انه فاشن هاوس مش انه بيتي كرياتور، عرفتي كيف، انه عنده تالون بس، يعني فهمت شو قصدي؟ بقى كل هدول المواضيع اثروا فيها. لكن بنتمنى لك كل التوفيق باسيل، واكيد نحن هلا بانتظار لكان الفساتين الاعراس هي السفيز اعطاك اياها اليوم سفيز. فاذا لكل الاشخاص يلي عم بيحضروا لمناسبات حلوه فيهم يقطعوا عن باسيل سودا بسن الفيل قرب قصر نوره، بالاضافه للعرايس بانتظار مجموعه 15 فستان كمان لباسيل سودا بتقريبا بمده شهر ونص. ولهيك بتنتهي فقره على المود. ننتقل لعندك غدا. حلوين كثير، يعني كنا قاعدين متشوقين عم نتفرج على كل المجموعه، بتجنن الحقيقه، هيك واحد بيتحمس خصوصا هلا مثل ما قلتي مع اقتراب موسم الربيع والصيف وكل اللي عم بيحضروا حالهم. بريك صغير ومن بعدها بنرجع ننتقل نحن وياكم عند الشيف إلي لحتى نتابع معه ورشه ملح.